السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد المنطقة راح نخليها لكم سوربرايز، اني نسيت الطوموبيل محلولة في الليل، عندي واحد بريكول في الطوموبيل تاعي. ايا وليت عيطت لواحد يخدم معايا، جاب لي السيارة تاعو وكي مدها لي في الليل خليتها في الشارع هكيك برك في البلاصة هذية. ها والله خليتها هكيك عوزر على ربي برك. ها هاي الغبرة مازالت، نسيتها محلولة الكاروة، وكي تجي الصباح هكا وتلقاها كلش مازال فيها، الشارجر مازال في بلاصتو، تقول الدنيا مازالها بخير. الحمد لله يا ربي. يا ناس هذه المنطقة وبارك الله فيكم وفي رباكم، راني خليت الطوموبيل في الزقاق مطيشة وخليتها محلولة، واني جيت الصباح واني جيت كلش فيها كيما راهي، حاجة ما تحركت فيها. الحمد لله يا ربي، الدنيا هانية، يعني كاين إيجابيات في هذه الدنيا، مش كل السلبيات، كاين الإيجابيات الحمد لله. صح نقولوا في مكة وكاين السرقة العياذ بالله، أما باه تخليها في شارع برا كيما هكا وتجي تلقاها كيما راهي، صدقوني كيما قلت الكهروة مفتوحة ما دارت ليش الخلعة وما على باليش علاه، قلبي خبيري. هاو الكارت نخليها لكم سوربرايز. السلام عليكم.